مولاي السلطان. أهلا وسهلا رئيس خضر. التقيت مع إبراهيم باشا مثل ما أمرتوني، وبارك لي بالمنصب الجديد اللي شرفتوني باستلامه يا مولاي. القرار وصلني عن طريق إياس باشا. خير، بأمر مني الرئيس خضر اعتبارا من اليوم قائد القوات البحرية للدولة العثمانية. بسم الله. اعتبارا من اليوم بتباشر صلاحياتك. تركونا انا والريس خضر لحالنا. عود يا ريس. مصانع السفن العثمانية بأمرتك، حتكون تونس أول أهدافك. خليهم يجهزوا البواخر اللي بتحتاجها. مولاي بدنا 90 باخرة، أهم شي طبعاً إنه ما يكون فيه نقص. اعتبر طلباتك مجابة. إبراهيم باشا شلون استقبلك؟ والله يشكر، كتير اهتم فيني وبالناس اللي كانوا معي، انبسطت منه وطلب بلغ احترامه وتحياته لجلالتك. إبراهيم باشا ما حكى لك لشو عم بيخطط؟ سمعت بده يبني دولة جديدة ببلاد العجم. خبرني يا مولاي، مثل ما بتعرفوا السيطرة على بلاد العجم مو سهلة بنوب. الباشا حابب يلاقي حل جذري للموضوع هالمرة. اللي فهمته إنه الباشا مفكر يبني هنيك دولة تابعة لإرادتكن، بشرط يحكمها سلطان يحوز على ثقتكن، وشايف إنه هذا هو أكتر حل مناسب. ما في حدا معين بباله؟ ما قال لك شي اسم؟ ما حكى بأسماء، لأنه ما حدا غير جلالتك بيقرر هالشي. انت شو رأيك يا ريس؟ بناء دويلة جديدة هنيك ممكن يكون الحل؟ أنا برأيي الباشا عم يشوف الأمور بشكل مختلف. هو برأيه إذا ما انحلت مشكلة الشرق ما فينا نتوجه على الغرب. صحيح الحل تبعه عقلاني، لكن بنفس الوقت خطير، لأنه إذا بيستلم هالسلطة حدا ممكن أنه يخذلنا، رح تكون النتائج وخيمة. طيب لو سلمنا إبراهيم باشا هيك منصب، مولاي شو هالجمال؟ تعالي لاحظني. روحي تشتاق إليك وأنت تجلسين معي، وجهك الذي يغار منه الورد لا يفارق عيني. أنت الجمال الذي فيه أرى كل شيء جميل. كيف استطعت أن تختمي على قلبي بختم السلطان سليمان؟ بدر الدجى لجمال وجهك وعينيك عاشق، والغصن من أعطاف قدك سارق.
والمسك منك من أنفاس ثغرك عابق. إني وحق ربي في محبتك صادق. من وين طلعتي لي انتي؟ قلي لي كيف اجيتي؟ يمكن انا اجيت لعندك يا مولاي السلطان لانه هذا قدري. يعني معقول تفكريني قدرك بس لانك شفتيني بالمنام؟ لا مو بس لهيك. انا قطعت جبال وبحاري كتير واكثر من مره نجيت من الموت، بس قدري هو اللي خلاني عايشه لهلا مشان شوفك وكون معك يا مولاي. لا توقفي، احكي لي كل شي عنك فيروزة. طلعنا أنا وعيلتي برحلة لنروح على حفلة زواج، وكان العرس بمدينة بعيدة شوي، ونحنا بالبحر واجهتنا عاصفة قوية وصار الموج يقوى ويكسر السفينة. الموج بلع كل شي حوالينا، تمسكت بلوح خشب يا مولاي، ما بعرف شلون وقتها هديت العاصفة ولا كيف ضليتني عايشة مع كل هالموج. وقت فقت وفتحت عيوني كانوا كل أهلي ميتين، وبقيت فترة وأنا بالمي. دعيت لربي لحتى استجب لي وبعت لي الريس خضر. ومن بعد جابك لهون؟ لا، ما دخلوني على القصر، رجعوني من الباب وبعتوني على سوق الأسرة لأنه كان وضعي كتير سيء فما سمحوا لي فوت، وهنيك تاجر اشتراني. لكان كيف وصلتي لهون على القصر؟ ونحن على الطريق فجأة وقفت عرباية ونزل منها واحد، وصار هو والتاجر يحكوا مع بعضهم وطلب يشتريني، وطلع هالواحد سمبول آغا يا مولاي. عن جد سمبول؟ إيه، وهو جابني لهون. كل شي صار معي يا مولاي كان كاتبه القدر. فيروزة خليك. سامحني يا مولاي، فيقتك من النوم. يا ريت يا فيروزة كل يوم فيقك. وهذا هو طلبي الوحيد، اني نام يا مولاي كل يوم بحضنك، واني فتح عيوني كل صبح ولاقيك موجود جنبي. معناته أمك من عائلة مرموقة، معلمتك الشعر والعزف، تعبانة عليك كتير؟ لا أبداً، بابا كان فلاح بسيط وماما كانت تشتغل بالكنيسة، والراهبات علموها كل شيء، كانت تعزف بالقداس أحياناً وهنيك تعلمت الشعر والعزف، بس أنا كان اهتمامي بالشعر لأنه سحرني.
عفيفة خانم بتحطوا فيروزة بطابق المفضلات وبتأمنوا لها كل احتياجاتها. كون مطمن جلالة السلطان. أنت مسؤولي عن أمنة بالذات يا عفيفة خانم، وخاصة لما بروع الحملة. أمرك مولاي السلطان. في موضوع تاني حابة أحكي فيه. قولي. حضرة الأمير جيهانجير يا جلالة السلطان تعبان وطول الليل ما قدر ينام. ليش ما خبرتيني مبارح؟ ما حبيت أقلق راحتكم بالليل لأنه بعرف عم تكونوا مشغولين كتير بهالفترة. الحكيمة فحصته وكالعادة ما طلع بإيدها تعمل شي، فعطته شوية مسكنات. أهلين بحبيبتي القلب. أخي شو اللي صاير معه؟ كان موجوع شوي بس هلأ صار منيح. تابعوا لي وضعه الصحي مع الحكمة بدقة، وإذا صار معهم أي شيء بتخبروني فورا. عفيفة خانم. فيروزة ليش مع الأميرة مريم؟ هي بالأصل كانت بخدمتها قبل ما تنتقل يا مولاي، بس حبناها من الخدمة ونقلناها على مهجع المفضلات بناء على أوامر جلالتك. بس لأنه مولاتي السلطانة مريم وفيروزة كانوا يقضوا وقت مع بعضهم، مشان هيك عم نسمح لها تكون معها مشان ما نصير الشكوك. طيب مولاي مصطفى، الحمد لله على السلامة يا أميرنا. شلونك يا ابني؟ داعي لك بطولة العمر مولاي. طمني إن شاء الله صحتك منيحة. أنا بشوفتك صرت أحسن. شلون كانت سفرتكم؟ مرهقة شوي، ما سمحوا لنا أنه نمشي بالليل حفاظا على أمننا. أنا اللي وصيتهم هيك لأنه أعداءنا صاروا منتشرين بكل مكان. مولاي حضرتك عينتني وكيل السلطنة العثمانية، وهذا الشيء بعتبره شرف لألي وأنا ممنونك. بس أنا أنت كنت بتفضل تشاركنا بالحملة. سامحني، صحيح أنا ما بيحق لي ناقش. وأنا ما عندي شك ببطولتك يا مصطفى، بس أنت بتعرف أنه الحملة رح تستمر لفترة طويلة، لهيك وجودك هون ضروري لأنه نحن لازم نحمي بلاد الأناضول والعاصمة من اللي بده يحاول ينتهز فرصة غيابي. وأنا ما فيني أوثق بحدا سلمه هيك مهمة إلا ابني. مولاي أخي مصطفى. محمد أهلين أخي. اشتقت لك. شو كبران؟ مولاي السلطان تعالوا لعندي. عم يقولوا الحملة رح تطول، والله إني رح اشتاق لك. وأنا رح اشتاق لكم كمان. طيب خليك هون معنا. مستحيل يا مريم، بابا ضروري يروح على الحملة. بابا أنا كمان بدي أجي معك، بدي حالي. لا أنت بتضل هون وأنا بدي أروح على الحملة. بابا أنا ما أكبر منه.
تعال عندي. أسمع، بس يأمر مولاي رجعي الأولاد. مولاي خليكي شوي وياهم. جهانجير متحسن اليوم، الحمد لله أنه ما عاد توجع. في جارية بالقصر كأنه في بإيديها شفاء لوجعه، لما مسكته راح الوجع. يا ريت لو بتقدر تعالجه نهائيا. قلت لك لا تيأسي إلا من لقينا شي حل. بكرة رح تروح، ما رح يتغير شي، نحن أصلا مفترقين. صار لي مدة مو قدراني أشوفك ولا عم أسمع صوتك. فرشتي صارت ما بتختلف عن القبر أبدا، كأني صرت عجوز والموت عم يحوم حواليي. سليمان قل لي الحقيقة، شعرت شي تجاه هديك المرأة؟ شو يا سليمان؟ بحاجة إنه أعرف هالشي. معقول تكون شعرت شي تجاهها لهديك اللي عطيتها المنديل البنفسجي؟ نهائياً. أنا كنت بعرف إنه قلبك وروحك بعشقي وحبي مختوم، ما في ولا وحدة رح تقدر إنه تاخدك مني. شو اللي مخليكي هيك متوترة؟ خايفة لأنك حتضلي معنا هون؟ شو عم تهدديني؟ أنا عم نبهك كوني عاقلة مشان ما توصلي للندم. سلطانة أنا ماني فريال، إلزمي حدودك. دستور جلالة السلطان سليمان. خديجة، مولاي بدعيلكن بالصحة والنصر على أعدائكم. آمين. ديري بالك على جهانجير منيح، على طول بدي تبعتي لي رسائل وتطمنيني على صحته. طبعا مولاي السلطان، وانا بدي كمان على طول تكتب لي رسائل مشان انبسط شوي، لانه هالقصر بدونك ما بيسوى شيء. الله يوفقنا. هيام استني. فيروزة خانو عم تطلب تشوفه لمولاي. مستحيل هالشي. أنا والله هيك قلت لها، بس هي مصرة إلا بدها تشوفه. مولاي عفيفة خانو،
حرملك حيكون بأمانتك، لا تسمحي لهم يساووا مشاكل. كون مطمن يا مولاي السلطان. عفيفة خانم تفضل مولاي. جيبي فيروزة حابب اني اشوفها. يا ريتك يا سلطانة خديجة تركتيها لفريال وما قتلتيها. فريال دفعت ثمن تجاوزها. هي ما ساوت هالخطأ لحالها. وغير هيك هالطفل شو ذنبه لحتى تقتليه يا سلطانة؟ الولد يا هيام ولد ميت. بتمنى يكون هيك. وإن شاء الله بس تشرحي له للباشا يصدق إنك مو أنتي يلي قتلتي له عشيقته وابنه الصغير كمان. سلطانة اتركيها تروح، لا تخليها توترك ابدا. انت شو عم تساوي هون؟ مولاي أنا هاي من البنات اللي بنطفوا الجناح يا مولاي. وين فيروزة؟ مولاي نادية تعالي معي. مولاي ليش عم ترجفي؟ كنت خايفة تروح يا مولاي قبل ما أقدر أشوفك وودعك، لهيك جسمي كله عم يرجف. اجيت ودعك قبل ما أمشي. أنا رح روح على أرض بعيدة بيقولوا لبلاد العجم. خد قلبي معك يا مولاي، رح يحرسك لترجع وشوفك بخير. بتمنى تخلي معك دايما. شو بيساوي؟ بيصون حبنا وبيحافظ عليه وبيحميك من أي شر ممكن تواجهه وبيعطيك قوة مشان ترجع لي بالسلامة. مولاي السلطان، نحن حددنا حاجات لتكية المولوية وخصصنا 300 ألف ذهب مشان الترميم والتعديلات ولتغطي كل الاحتياجات. منيح. مولاي باشا. شو في يا أغا؟ إجا مرسال إبراهيم باشا يا جلالة السلطان. دخلوا. مولاي أنا الشاويش اسكندر مرسال إبراهيم باشا، أمرني الباشا وصل هالرسالة لحضرتكم.
جلالة سلطان الدولة العثمانية العلية، حبيت يكون الشرف إلي بتبشير حضرتك إنه تبريز صارت هلأ تابعة للدولة العلية. طهماز هرب من دون ما يكبدنا خسائر، كونه ما عنده القوة اللي يواجهنا فيها. ترك عتاده وحتى ترك جنوده وحمل حاله وهرب، يعني انغلب وانهزم وتم طرده لحدود همدان. طهماز خلص هرب، تبريز وقعت. الله يجعله خير يا مولاي. وانت يا شاويش رح تاخذ مكافاتك مشان هذا الخبر المنيح اللي حملته معك. انا روحي فداك يا مولاي السلطان. إياس باشا، بعتوا رسالة مع هذا الشاويش، بلغوا الباشا تهانية وخليه يستناني بتبريز. أمرك جلالة السلطان. مولاي، إذا بتسمح لي في موضوع تاني. احكي شو بدك. سامحني على جرأتي، بس حضرتك لازم تعرف إبراهيم باشا بعد فتح تبريز أمرنا إنه النادي بالسلطان مو بالباشا. دي بالسلطان مو بالباشا. كاع مولاي، صحيح انت فيك تقتلني، بس هالشي ما رح يغير الحقيقة، وابراهيم صار سلطان. صدقني يا مولاي. We'll be right back.